جئتكم أشارككم لأنني والله أحبكم بالله. جئتكم لأن حبكم يا أبنائي ويا إخواني هو من يخفف عني وعن أبو عمر أبو ليلى وعن من أختنا الناصر وأمنا الكريمة. أناشدكم بألا تنسوا أسيرتنا وأسرانا الأبطال، ولا تنسوا جثامين شهدائنا المحتجزة لدى العدو، وقبل كل شيء لا تنسوا الهدف الذي استشهد من أجله آلاف ومئات وآلاف من الأسيرات والأسرى الأبطال. وهذا الهدف هو فلسطين وعاصمة القدس حتى النصر والحرية لفلسطين. نطلع من أعماق النفق، قالوا نطق بيان باسم العاصفة. ذكرى مجيدة، ذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية وانطلاقة فتح في 1/1/1965. تجديد الاحتفالات بها بكل عام هو تجديد الانطلاقة الفلسطينية، وأيضا في نفس الوقت يعني نشعل العالم ورسالة للمجتمع الفلسطيني والعربي والدولي والإقليمي كله، نحن كثورة فلسطينية مستمرين حتى تحقيق أحلامنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس. هذا المغزى الحقيقي من إحياء الذكرى السنوية لانطلاق الثورة الفلسطينية. الرسالة الأساسية أننا مستمرون في النضال حتى تحقيق النصر بإذن الله. هذه الثورة التي أشعلها العمالقة أشعلوها حتى تنتصر، وستنتصر بإذن الله تعالى. نحن في نضال مستمر على مدى 58 عاما، وممكن أن نستمر وتستمر أجيالنا ونسلم الرأي من جيل إلى جيل 50 عاما أخرى حتى يتحقق الانتصار لهذه الثورة العملاقة، ونقيم دولتنا الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس. المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية هي سر الانتصار، بدونها رخص بالهواء. وهنا أناشد كل المعنيين بالوطن أن يتنازلوا لبعضهم البعض وأن يسموا بأنفسهم إلى مستوى الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى مرتكز القوة وهي الوحدة، لأن القسمة موت، ومن يختار الموت يستمر بالقسمة، ومن يختار الحياة يجب أن يتنازل لزميله قبل أن يستسلم لأعداء الوطن.